نبتدي منين؟ من بطولة أفريقيا ولا كاس مصر؟ الدوري ولا الدوري؟ الدوري أول واحد. أول واحد خلصناه بدري بدري الحمد لله. يعني الحمد لله، يعني الدوري بالنسبة للنادي الأهلي كما نقولوا احنا صباح خير. صباح الخير. صباح الخير. ده أول حاجة. الحمد لله، يعني نعمة كبيرة أن أنت تبدأ موجود في نادي كبير كما نادي الأهلي اللي بيعيش بالألقاب ويعيش بالتتويجات. الحمد لله لقب الدوري عندي 4 سنين في النادي الأهلي، خذيت فيهم 4 دوري الحمد لله. يعني لكن كما كنت انت تقول، اهم حاجه هي البطوله الافريقيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. هذه البطوله اللي يعيشوا بها الناس الكل، الحمد لله قدرنا انه نحققها. كنا في 4 سنين وصلنا 3 نهائيات، ما حلفناش الحظ، لكن السنه هذه الحمد لله ربي كرم وتوجنا بالاميره الافريقيه الحمد لله. القريبين من علي معلول، من كابتن علي معلول، بيقولوا ان هو قبل مباراه النهائي كان عنده احساس، احنا لا نؤمن بالتطير ولا كده، بس هو كان حاسس ان هو منحوس في نحس ما، وكان قلقان جدا لحد قبل ماتش النهائي. يمكن حسيت حاجه غريبه انه ثلاثة نهائيات، وكنت مش نغيب عن النهائي الثالث، اصابتين جوني في 2 نهائي 2017 و2018. 2020 نهائي نفس الاصابه، ماتش الوداد العوده، حسيت انه فما في حاجه مش مظبوطه في الموضوع. في ان انتوا عندكم في تونس في ان ولا ما بيبقاش ان؟ لا موجود في كل حته، موجود ان. بس انتوا بتقولوا التعبير ده في ان. فكنت يعني متضايق انه ممكن نغيب عن النهائي الثالث، لكن الحمد لله تأجل الأسباب أنه الحمد لله نكون موجود مع الفريق في النهائي هذا ضد النادي الزمالك، والحمد لله كان وجه خير على الفريق. يعني الحمد لله ده حقيقي. يعني أنت لحد قبل مباراة النهائي كنت حاسس أنه التصاريف الأمور كلها عكسك؟ لغاية ما نزلنا الملعب لسه خايف أنه ممكن تحصل لي أي حاجة، يعني في التسخين، في النزول الملعب. ايه اسوأ اصابه كانت بالنسبه لك في الفتره اللي فاتت؟ هي 2018 مع وفاق ستيف، يعني كانت إصابة في العضلة الضامة خلتني نبعد على الميادين 2.5 شهر، كان قطع كلي في الضامة. يعني يا الله، دي أكبر حاجة يعني حصلت لي من ساعة ما جيت النادي الأهلي وحشة. يعني لدرجة إن أنت كنت يعني مش عارف تعمل إيه عشان تحافظ على نفسك، عشان حتى الناس ما تشوفكش، يعني كنت ما أنا كنت مستخبي النهائي ده. مستخبي؟ ما أنا قعدت في تونس قلت لهم الطيارة عطلت. لا تشكيل بجد؟ عشان ما أجيش، قلت أجي على النهائي على طول. يعني زيادة في الاحتراس يعني؟ لا هي الطيارة عطلت، بس قلت الحمد لله يعني عشان استخبى اكتر يعني. ونزلت على الماتش على طول. نزلت على الماتش بس ما شاء الله عملت الحمد لله. احلى شغل زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله كل الفرقة، لا كل الفرقة مش انا بس، يعني الفرقة كلها الحمد لله كانت مركزة وكانت عايزة تعمل حاجة كبيرة للفرقة والحمد لله يعني.